زال ونسيت مشى، ماضي زال ونسيت مشى، ماضي زال ونسيت مشى، عمري معاه ما ريت الهنا. الله 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 يرحمه فنان محمد صدقي. ايش مترحم فنان جميل الله يرحمه ويحسن اليه. شنو اسمع، موعدنا راهو قريب، عطلنا على الناس البث المباشر. هيا يلا يلا يا سيدي، يلا هي بسم الله الرحمن الرحيم. هيا هي سيدي، شنو موتي اليوم انت؟ شنو وتيتي؟ انا شنو بنوتي يعني، شنو بنوتي بالله، عندي البث المباشر يعني زعميت درت في ساعة في ساعة، درت شوية شربة ودرت شوية مبطن ودرت يا حنا شوية شكشوكة. تاني مش على هذا، هي انا وصيحة في الوادي يا ودي، انا شنو وتيتي للناس؟ شنو وتيت للناس؟ باهي 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 فهمتك. هاي باهي، انت شنو حضرت؟ هاي قولي. انا عندي حضرت حاجات وحاجات جديدة بإذن الله تعالى. هاي هاي يا سيدي. باه نبدا انا ولا انت؟ هي انت رحبي بالناس، هي تفضلي افتحي انت. بسم الله. ايوه مساء الخير يا عويله، كيف حالكم كلكم؟ تشوفوا فينا خير خير، كيف حالكم اليوم؟ هاي 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 هاي. وانا في الموعد انا والطيب. هاي سيدي هاي. مرحبتين، انا نسلم عليكم كلكم اللي عندكم ولادات وعندكم بنيات، ان شاء الله ربي يحفظكم يا رب للعالمين. يا رب العالمين. اسمعوا توا عندنا البرنامج شو اسمه احنا سميناه؟ التكتيك. 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 ايوه هذا عاد نبغوا نشبخوا رايكم فيه في البرنامج هذا. بقول لكم راهي الدنيا تغيرت وتشقلبت من جميع الجهات، وانتم قاعدين تدوروا في كسبة. سبع صبايا في قصبايا اللود اللودون اكلهم، سبع صبايا في قصبايا اللود اللودون اكلهم. الله هاي سيدي ها هاي هاي سيدي خليها معهم الاول الاول ها. في لقاء اليوم بنعطوكم بعض النصايح والارشادات. يعني التكتيك جديد معناها الحيلة وتوظيف كل الامكانيات علي حسب ظروفنا. اوكي انتم تسمعوا في جماعة الكورة يقولوا في تكتيك جديد، يقولوا المدرب غير ودار تكتيك جديد، ولا يقولوا الفريق دار تكتيك جديد في هذيك المباراة. المهم في التكتيك الجديد، واه ونبو عاد نمشوا عليه بالضبط. ولازم تعرفوا تفهموا بان احنا رانا نعيشوا في 2020 مش في 2010. يعني الخبزه ولت ب 50 قرش. أيوة. مش ب 5 قروش بالضبط. والسيوله ما فيش، والمرتب حتى هو زي المحبوس نمشي نزوره فيه لكن ما يروحش معانا. ايه والدولار تعلى في العالي. ها الدولار تعلى في العالي يا بابا، معناها لازم احنا نكونوا فالحين. فالحين ونعرفوا شنو نديروا ونديروا التكتيك المزبوط، كل شيء يمشي معانا في كل الاوقات. خلاص ما انا اول تكتيك في الاكل. زمان لما نفلسوا نقدروا نتعشوا طن ولا دحي وإلا جبنة. توا بالله عليك يا طيب، لو تعشينا دحي وطن وجبنة قول خلاص، قول يا بابا قول فلسنا وخلاص. الله غالب علينا، الله غالب علينا، قول فلسنا. باه يا سيدي بنسيت. باه لا لا لا، انت اطلع من الخط، اطلع من الخط وانت قاعد راقد غادي. لا 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 غير استنى، لا لا وين منه دي؟ لا لا يا بابا راهو الكلام مش عليك انت، لا 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 هو غلط، احنا نحكوا على الزوال يعني راقد الريح ما تفهمناش غلط. راجي شوية اطلع من الخط وانتم ديما راقدين في الخطوط. كان انا دولار عندكم، كان اعتمادات عندكم، كان فلوس عندكم، ومسكين الزوالي. باهي باهي غير خلينا توا في التكتيك الجديد. خيرك هيك يا طيب. تفضلي. اسمع كان على عشية مثلا يعني نتعشوا حتى خبيزة وزيت، نديروا شوية سكر ولا خبيزة وشاهي ولا هذاك الكعك بتاعنا الحقاني المالح ولا السكر ومع طوسة شاهي والحمد لله. الحاجة ربيعة الله تسل على الفطور، فطور الصباح عصيدة يا حاجة، عصيدة منها رياضة ومنها عصيدة بالعسل ولا بالرب ولا بالعسل كان عندكم. باهي خير استنى،
أو تشفح فيه فوزي فوزي حتى هو يسأل ايه؟ قال العرس عرس عرس يا أخوي يا فوزي خلوك خلوك في فرح عائلي ايه؟ وخلي بس خوتك وخوتها وياسر في مليون بركة مليون بركة وحتى العروسة شوية وخياتها وشوية أقربها وصلي وارفع صباطك صح صح كلامك اسمعوا وحتى الصغار ولا لا ما فيش داعي لهم فيش داعي تجيبوهم لاش خي يقعدوا في الحوش خير اي وخلاص كل عائلة تبي تجي معلش شي واحد يجيب معاه حكة زيت حكة طماطم شوية كسكسي شوية دقيق شوية فاكهة ومش عيب كان جاب كيلو لحم ايه عادي وحتى كان كل واحد سعد وجاب الغداء متاعها شن فيها شيء هذه معناها الرغطة زماني يديروا فيها جدودنا زمان كل واحد يجيب من عندك كل واحد يجيب من عندك كل واحد يجيب من عندك يكمل الموضوع اللي هم متلاقين عليه صح وهيك احنا نقدروا نحافظوا على ايقاع الحياه رغم الظروف ها باهي باهي غير استني استني يا فاطمه لا فاطمه فاطمه هي قالت انا نستعمل في طريقه الغسيل الفوري يعني هي تغسل في الحوايج اللي يطيح لو لو ايه؟ تغسل على طول هذا باش تحافظ لما الميه تهرب معناها فالحه عاديه باهي لا 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 تكتيك الزيارات الاجتماعيه نقصوا منا راهي الناس ظروفها صعبه شويه وغارقة في طاسة مية باهي باهي سمعتي طيب شن قال أي. لكن اسمعي يا فاطمة كانك انتي مزبوط توانين بيك انتي تكمليلي المثل الشعبي ايه ها؟ لا لا راه مش منيني طيب هو اللي حيقول لك عليه المثل الشعبي انا اللي بنقول المثل ايه زي ما يجيك الوقت ها قال لك زي ما يجيك الوقت أكمل المثل الشعبي واربح جائزتين من شركة مرسين المساهمة وكيل هومر للمشاركة اكتب الإجابة الصحيحة في تعليق على البث المباشر لمنوعات اللمة على فيسبوك بصفحة سلام أو اتصل على هذه الأرقام خلال بث برنامج إدوي ليبي وهيك تربح أكثر من جائزة من خلال الفيسبوك والتليفون وسيعلن عن الفائزين كل ليلة في السهرية خلال عرض برنامج إدوي ليبي